بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. فقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. السحر آخر الليل، بالأسحار هم يستغفرون. فالله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يقومون بلا الليل ويستغفرون الله في وقت السحر آخر الليل. اللهم وفقنا واجعلنا منهم يا رب العالمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل الليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم وفقنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. الله سبحانه ينزل نزولا يليق به في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فذلك الوقت وقت إجابة الدعاء. اللهم وفقنا للقيام في ذلك، واغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه: نم. سلمان رضي الله عنه قال لأبي الدرداء: نم، يعني أراد أن يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. سلمان قال لأبي الدرداء: الآن قم. فآخر الليل فيه فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان الفارسي رضي الله عنه. فقيام آخر الليل فيه فضل عظيم. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، وحدثني سليمان قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب أي قام، فإن كانت به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره. فالثلث الأخير من الليل كما تقدم ينزل ربنا جل جلاله إلى سماء الدنيا نزولا يليق به، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لما تحب وترضى، والمسلمين والمسلمات وأهلنا وأولادنا.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، صلي 4 ركعات يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يوتر. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. النوم مضطجع بالنسبة لنا ينقض الوضوء، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن عيناه تنامان ولا ينام قلبه، فهو يشعر إن انتقض وضوءه أو لم ينتقض فهو يشعر بذلك. أما نحن إذا نام أحدنا مضطجعاً أو متكئاً انتقض وضوءه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتى إذا كبر قرأ جالساً، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. لما كبر سنه كان يصلي جالساً، ولكن إذا بقي 30 آية أو 40 آية يقوم ويقرأهن ثم يركع ويسجد صلى الله عليه وسلم. باب فضل الطهور بالليل والنهار، أي فضل الوضوء بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. إذا توضأت ينبغي أن تصلي ما يسر الله لك. حدثنا إسحاق ابن نصر حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، أفضل عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك أي صوتا عليك بين يدي في الجنة رضي الله عنه. قال بلال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. كلما توضأ يصلي ما كتب الله له. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله دفن عليك يعني تحريك نعليك. فبلال رضي الله عنه بشر بالجنة وأن الرسول سمع تحريكاً عليه بين يديه أمامه في الجنة رضي الله تعالى عنه. فينبغي للمسلم كلما توضأ أن يصلي ما قدر الله له. سنة الوضوء فضيلة. باب ما يكره من التشديد في العبادة، يعني لا تشدد على نفسك بل بقدر الاستطاعة. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود
بين الساريتين، حبل مربوط بين عمودين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها، فإذا فترت أي تعبت تعلقت، كانت تصلي بالليل وإذا تعبت تعلقت بالحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تربطوا حبل، حلوه أي فكوا هذا الحبل، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، ما زال نشيط يصلي، فإذا تعب يجلس، لا يعلق نفسه بالحبل بل يجلس. فينبغي للمسلم أن يصلي مدة قدرته واستطاعته، فإذا تعب يستريح. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاته، يعني تصلي طول الليل. فقال: مه كلمة الزجر، عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا تشدد على نفسك في النوافل، صلي قدر ما تستطيع، فإذا تعبت استريح، لا تشدد على نفسك في النوافل. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم، الذي يقوم الليل ما ينبغي أن يترك قيام الليل. حدثنا عباس بن الحسن، حدثنا عباس بن الحسين قال: حدثنا مبشر عن الأوزاعي، وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الذي يقوم الليل ثم يترك، لا تترك، داوم على الطاعة بقدر الاستطاعة، لا تترك الطاعة. لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، لا تترك قيام الليل، داوم بقدر الإمكان. وقال هشام: حدثنا ابن أبي العشرين قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال: حدثني أبو سلمة بهذا مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. باب: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل يعني كله وتصوم النهار دائما؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك. قال النووي رحمه الله: أي غارت أو ضعفت، إذا كنت تقوم الليل كله فعينك تضعف ونفهت نفسك. قال: أي كلت، أي تعبت، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر، صم بعض الأيام تطوعا وأفطر بعض الأيام، وقم بعض الليل ونم البعض من الليل. فينبغي للمسلم أن يفعل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، صم تطوع بعض الأيام، وأفطر تقوى على طاعة الله، وقم ونم بعضا من الليل، وقم البعض، تقرب إلى الله ولا تشدد على نفسك. باب فضل من تعار من الليل. حدثنا صدقة ابن الفضل أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال: حدثني عمير ابن هاني
قال حدثني جنادة ابن أبي أمية، حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل. قال الحافظ: تعار. قال: والتعار أيضا السهر، يعني إذا قام إنسان بالليل، فقال عندما قام من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا: استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. نعمة عظيمة. فإذا قمت من الليل قل لا إله إلا الله، وأنت تفهم معناها كفر بالطاغوت وإيمان بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا: استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. فينبغي للمسلم إذا استيقظ من الليل أن يقول هذا الذكر ويتوضأ ويصلي، يتقبل الله تعالى صلاته. اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب، أخبرني الهيثم ابن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول وهو يقصص في قصصه، يعني يعظ الناس وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني لا يقول الكلام الذي فيه ذكر الشهوة، يعني بذلك عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يقول كلاما جميلا. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال هذه الأبيات رضي الله تعالى عنه، يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويتهجد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لذلك. تابعه عقيل وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعتي استبرق، يعني رأى في المنام. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت كأن بيدي قطعة استبرق، الاستبرق هو حرير، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه. ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترع، أي لا تخف، خليا عنه. ابن عمر رأى هذه الرؤيا في المنام، فقصت حفصة أم المؤمنين أخته رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، أي هو طيب، لو كان يصلي من الليل، رغبه في قيام الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه
يصلي من الليل طلبًا لمرضاة الله جل جلاله، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من العتقاء من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها ليلة القدر في الليلة السابعة من العشر الأواخر، يعني ليلة 27. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحرياً أي قاصداً فليتحرها من العشر الأواخر. ليلة القدر تطلب في العشر الأواخر من رمضان، خصوصاً في الوتر 21 و23 و25 و27 و29، وهي أرجى ليلة 27. اللهم بلغنا وأعنا ووفقنا وأسعدنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. باب المداومة على ركعتي الفجر. سنة الفجر ينبغي المداومة عليها. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد وابن أبي أيوب قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالساً وركعتين بين النداءين، يعني سنة الفجر، ولم يكن يدعهما أبداً، أي لم يكن يترك سنة الفجر أبداً صلى الله عليه وسلم. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، اضطجع على شقه الأيمن، قام بالليل وصلى 8 ركعات، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4، ثم أوتر، ثم بعدما أذن الفجر صلى سنة الفجر واضطجع حتى جاءه المؤذن للصلاة صلى الله عليه وسلم. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، يعني بعد سنة الفجر. حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا سفيان قال: حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر، فإن كنت مستيقظة، إن كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مستيقظة حدثني، تكلم معها، وإلا إذا كانت نائمة، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة، حتى يأتي بلال ويخبر بأن الصلاة قد أقيمت أو ستقام. باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال أبو النضر: حدثني عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، يعني سنة الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع. قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثني ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر، يعني كان يحرص على ركعتي الفجر ويداوم على ركعتي الفجر. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، يعني سنة الفجر، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء أراد البخاري أن يروي عن شيخ آخر. وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثني يحيى وابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، يعني سنة الفجر، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ ورد أنه يقرأ في الأولى قل يا الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، سورتي الإخلاص. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر رضي الله عنهم، وجابر بن زيد وإكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ثنتين من النهار، يعني صلاة التطوع في النهار ركعتين ركعتين. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني إذا أردت أن تبدأ في عمل مهم كالزواج، السفر، التجارة، إذا أردت من هذه الأعمال تبدأ فيها استخر الله، اطلب من الله أن يختار لك ما فيه الخير. كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، يعني هم أن يعمل أمرا، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني نافلة، ثم ليقول أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم تذكر حاجتك إن كان زواج أو سفر أو تجارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، أهم شيء الدين، ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته. هكذا المؤمن يستخير الله،
يطلب من الله أن يختار له ما فيه الخير. حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة ابن ربيع رضي الله عنه الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. حدثنا ابن بغيث حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذه السنن الرواتب. حدثنا آدم قال: أخبرنا شعبة أخبرنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. يعني ولو كان الإمام يخطب لا تجلس حتى تصلي ركعتين. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي سمعت مجاهداً يقول: أُتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالاً رضي الله عنه عند الباب قائماً، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين أي العمودين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله قال: أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. صلاة الضحى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أن يصلي ركعتي الضحى. وقال عتبان رضي الله عنه: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار، أي طلع وارتفعت الشمس، وصفبنا وراءه فركع ركعتين صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله صفحة 79 صفحة 79: ذكر أشياء تخفى على بعض الناس. ذكر أشياء تخفى على بعض الناس. يجوز لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر. إذا جامع زوجته بالليل يجوز أن يؤخر الغسل، يتوضأ وينام ثم يغتسل عند صلاة الفجر. يجوز لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر. وصومه صحيح لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلاً قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة أي صلاة الفجر وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، أي أكثركم خوفاً من الله وأعلمكم بما أتقي. وعن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين رضي الله عنهما أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، يعني إذا جامع بالليل ونام فإذا استيقظ يغتسل. وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي، يعني إذا جامع بالليل ونام حتى طلع الفجر يغتسل ويصوم ولا شيء عليه. لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونفساء انقطع دمها وكافر أسلم، ينبغي أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، ولكن لو أخر حتى طلع الفجر واغتسل لا بأس. ولو أراد أن يأكل الجنب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ناسياً أو جاهلاً وجب على من رآه إعلامه، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب النصيحة للمسلم. يعني إذا رأيت إنسان في رمضان يريد أن يأكل لابد تنبهه، لعله ناسي تنبهه لا تتركه. ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء عليه لظاهر الآية. هذا إذا كان في الصحراء ولم يتبين له ضوء الفجر، وأما أنت في داخل الغرفة لا، هذا لمن كان في الصحراء ولم يتبين له طلوع الفجر. وإن أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. إذا أفطر كان هناك سحاب ظن أن المغرب حضر وأفطر ثم تبين أن الشمس لم تغرب، عليه أن يقضي ذلك اليوم، لما رواه هشام عروة لما رواه هشام عن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم أي سحاب، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام عروة وهو راوي الحديث: أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. ظنوا أن الشمس غربت وأفطروا ثم تبين أن الشمس لم تغرب فلا بد من قضاء ذلك اليوم إذا كان صوما فرضا. ولا يفسد الصوم من طار إلى حلقه ذباب، إذا دخل الذباب في حلقك بدون إرادتك لا يضر، لأن هذا شيء بغير اختيارك، أو غبار من طريق أو دقيق، غبار دقيق أو دخان إذا دخل في جوفك من غير قصد لا يضر. اتقوا الله ما استطعتم لعدم إمكان التحرز منه. وأما الدخان الذي بلي به كثير من الناس فمحرم ويفطر من شربه، الدخان السجائر هذا يفطر ولو هو حرام لأنه مضر ولأنه خبيث. ولا يفطر إن فكر فأنزل، رجل فكر في زوجته ما قاربها، فكر فقط، فكر كيف جسدها كيف كذا وكذا حتى خرج المني، فهذا لا يلزمه القضاء لأنه مجرد تفكير لم يباشر ولم يلاعب. ولا يفطر إن فكر فأنزل، إذا فكر وأنزل المني بدون مباشرة بدون ملاعبة فلا يفطر لأنه مجرد تفكير، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وأما إذا لاعب زوجته وخرج المني هذا يقضي، وإنما هذا مجرد تفكير. ولا يفطر إن احتلم، إذا كان نائم واحتلم وهو نائم فيجب عليه الغسل ولا يفطر لأنه بغير قصده، لأن ذلك
ليس بسبب من جهته، ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد صوبه، لما ورد أن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين رضي الله عنهما قالتا: نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، إذا كنت صائم فمضمض برفق، لا تبالغ في المضمضة حتى لا يدخل الماء إلى الحلق، وكذلك الاستنشاق لا تدخل الماء في أنفك بقوة حتى لا يصل إلى الحلق، لما ورد عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أي أكمل الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا كنت صائم استنشق برفق وتمضمض برفق. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عند شدة الحر والعطش، وذلك كالتبرد بالماء، لما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ومن الحر، وورد أن ابن عمر رضي الله عنهما بل ثوبا وألقاه على نفسه وهو صائم، وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقور يشبه الحوض، إذا أصابه الحر وهو صائم نزل فيه. وقال الحسن لا رحمه الله: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ذكر هذه الآثار البخاري رحمه الله تعليقا، والله أعلم. وذكر أشياء تحرم ويتأكد تحريمها في حق الصائم: يجب اجتناب كل كذب محرم، الكذب محرم دائما، أما الكذب لتخليص معصوم من قتل فواجب، إذا رأيت رجلا ظالما يريد أن يقتل مسلما ظلما ثم سألك هل رأيت فلان، يجب أن تكذب حتى لا يقتل ذلك المعصوم ظلما، أما الكذب لتخليص معصوم من قتل فواجب. قلت: ويترجح عندي مثله أيضا تخليص ماله من ظالم، إذا أراد أن يأخذ مال أخيك وسألك عن صاحبه فتقول لا لا أعرفه حتى لا يأخذ ماله. ويترجح عندي مثله أيضا تخليص ماله من ظالم أو قاطع طريق أو غاصب أو نحو ذلك، والمال مثمن والأحسن يتأول، ولا صلاح ولإصلاح بين الزوجين، يجوز الكذب في الإصلاح بين الزوجين فمباح، لما ورد عن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا. متفق عليه. إذا علمت أن فلان وفلان بينهما بغضاء فيجوز أن تقول كلاما من عندك لأجل إصلاح بينهما، تقول لأحدهما: أنا سمعت فلان يمدحك، كيف أنت تغضب عليه؟ تقول هذا من عندك لأجل أن يصلح الله عز وجل بينهما، فلأجل الإصلاح يجوز، لكن لا يكون فيه ظلم على أحد، كلام طيب يلين القلوب بإذن الله. ثم اعلم أن الداعي إلى الكذب محبة النفع الدنيوي وحب التراث، وذلك أن المخبر يرى أن له فضلاً على المخبر بما علمه، فهو يتشبه بالعالم الفاضل فيظن أنه يجلب بما يقوله فضلاً ومسرةً، وهو يجلب به نقصاً وفضيحةً، فالكذب رذيلة محضة من أرذل الرذائل، ينبئ
عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها، وعن سلوك ينشئ الشر إن شاء. فالكذب يتصدع به بنيان المجتمع، وبه يختل سير الأمور، ويسقط صاحبه من العيون، ولا يوثق في قوله، ولا يوثق به في عمل، ولا يرغب له مجلس، وأحاديثه عند الناس متروكة، وشهادته مردودة. فيجب علينا أن نحذر الكذب. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فالخيانة في الأمانات والكذب ليس من خلق المؤمن، فعلينا أن نحذر الكذب، ونحذر كل ما نهانا الله ورسوله عنه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: ويل للذي يحدث ليضحك به القوم، ويل له، ويل له. الذي يؤلف كلام باطل ليضحك الناس هذا ويل له، لا يجوز أن يحكي كلاما كذبا ويضحك الناس. ويل للذي يحدث ليضحك به القوم، ويل له، ويل له. فالكذب من أخبث الأمور. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قل ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. كانوا يبغضون الكذب لأنه من صفات المنافقين والعياذ بالله. ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب فما يزال في نفسه عليه، أي من الغضب، حتى يعلم أنه أحدث منها توبة حتى يتوب إلى الله. رواه أحمد رحمه الله. وفي الحديث الآخر أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذاباً؟ قال: لا، المؤمن لا يكون كذاباً. الحديث رواه مالك والبيهقي في شعب الإيمان رحمهم الله. وقال ابن القيم رحمه الله: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. فإن الكاذب يصور المعدوم موجوداً، والموجود معدوماً، والحق باطلاً، والباطل حقاً، والخير شراً، فيفسد عليه تصوره وعلمه، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه. ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، تراعة إلى العدم، مؤثرة للباطل. ولهذا كان الكذب أساس الفجور، الكذب باب الفجور والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، أي يهدي إلى المعاصي، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد، ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتدارك الله بدواء الصدق، بقلع تلك المادة من أصلها. فعلينا أن نحذر الكذب. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها، أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر
أو باطن، فمنشأه صدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح الدنيا وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين. وقال عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فيجب علينا أن نلزم الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.